مرحبا بكم. السلام عليكم. هذا اول حاجه مرحبا بكم عندنا في هذا المعرض لاول مره كيتحل في عندنا في مدينه مكناس، بالضبط في ساحه العديم اللي معروف بساحه العديم. لاول مره كندخلوه وكنكتشفوه. انتوما كما كتشوفوا كاين ما يتشاف ما اثير. الحمد لله مكناس معروفه بهذا الشيء هذا، بصوالم الاسماعيل ما اثير وبزاف كاين ما يتشاف. ومرحبا بالجميع ورمضان كريم للجميع. ومن جملة هاد الأعشاب الطبية اللي عندي كتفرج الجمعية على الشاي الأمازيغي الأصيل. الشاي الأمازيغي الأصيل. والله يسر سيدنا اللي عطانا هاد الفتحة ديال هاد المعرض هذا، باش إن شاء الله نتقواو ونشكو إن شاء الله ونكونوا نستمروا في الميدان ديالنا في هاد الأعشاب الطبية. عرفكم بروكا باش منيتو بصحة طول العمر. مرحبا بكم في الناس داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم. خير الله هو هذا. الحلوى موجودة. الحلوى موجودة. أنواع الأشكال. أنواع الأشكال الحلوى راه موجود. سباكية فريمات كل شيء موجود الحمد لله. مرحبا رمضان سعيد. مرحبا بكم عواصم الروكا. مرحبا بكم في الناس. مرحبا بكم عزيزة. رمضان سعيد. الناس مرحبا بكم في الناس مدرسة الزيتون جديدة في التشريف. مرحبا تحياتي. شكرا. مبروكة. علي مرحبا. مرحبا. الله يبارك فيك. ديروا أبوني. ديروا أبوني. الله ديروا أبوني. أبوني أبوني. مبروك العواشر. مبروك العواشر سيدي المغاربه المسلمين كاملين ان شاء الله في كل بقاع الارض.